نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973 والتي تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب. تضمنت هذه الوثائق كيفية تصفية الثغرة وفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات قادة حرب أكتوبر. وأوضح الموقع أيضا أن التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر يرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل توجيه السياسية العسكرية وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة وقرار إعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.